ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة يستقبلون المؤمنين حينما يدخلون الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: قال من أنفق زوجين في سبيل الله يقال يا مسلم هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه: ما على أحد دعي من تلك الأبواب من ضرورة يا رسول الله، فهل يدعى أحد من جميع هذه الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وإذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن هناك رجلا من أهل الجنة ما من ملائكة إلا ويقولون هلم هلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذا الرجل فثوابه عظيم. فقال: أنت هو يا أبا بكر.